السلام عليكم ومرحبا بكم. مباراة فريق الرجاء الرياضي ضد فريق نادي فايبس الأوغندي ستنقل على قناة الرياضية TNT اليوم الجمعة 10 فبراير على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. طبعا يمكن متابعة هذه المباراة على قناة الرياضية TNT التي تبث في البث الأرضي وأيضا عبر قمر أوتيلسات 21 غربا، والترددات مبينة في أعلى هذا الفيديو. إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، بالتوفيق إن شاء الله لفريق الوداد البيضاوي في بداية المشوار. تحياتي لكم والسلام عليكم.